هشرح لك الموضوع بس الحاجات اللي انا محتاجها وان انا هحتاج قدام هعرفها. الجزء دي هي شغاله ارم زيرو واحد اثنين ثلاثه لحد سبعه دي اللي هي بالنات الديجيتال كنترول بلاي دي البيانات اللي انا هقدر اركب عليها ده الديجيتال او اتفرج من عليها ده الديجيتال. اي ان تي زيرو ده طرف اكسترنال انضباط. ده طرف بتاع الاكسترنال انضباط. اتفقنا ان احنا عندنا خاصيه اسمها خاصيه الانضباط ودي خاصيه الاحداث المفاجئه اللي هي المفروض لما بتحصل الفايكنج كنترولر بتسيب المين بروجرام وتروح تنفذ برنامج ثاني اسمه الانضباط سيرفيس. فاحنا عندنا 17 حدث مفاجئ في المايكرو كنترولر لما بيحصلهم بتعمل لنا الاضطراب ده. من ضمن ال 17 حدث دول في اربعه انترنال سوري في اربعه اكسترنال والباقي يعني في اربع احداث لما بيحصلوا من بره بتعمل لي اضطراب. وبقيه ال 13 حدث دول احداث داخليه جوه المايكرو كنترولر. فاي ان تي زيرو ده اول طرف اكسترنال انضباط، ده الطرف اللي سافر لما بحط عليه واحد من بره بحط عليه اشاره فبيبدا يعمل لي انضباط. يعني السنسور بتاع الفاير الارم اللي هيقول لك في فاير فمواطن السلكه بتاعته رايح موصلها. اول ما يحس ان ديتكت ان في فاير هيديني اشاره على الطرف اللي اسمه الار بي زيرو هيعمل لي انضباط. هنختلف بعد كده طيب هو انت عايز الانضباط ده يحصل ساعه لما تديله اشاره ولا ساعة لما الإشارة تفصل؟ دي بقى لسه لما نيجي نشرح الانضباط ساعتها هنبدأ نعرف نشوف أنا هشتغل على أنهي إيتش؟ على رايزنج إيتش ولا على فول إيتش؟ برضه طرف الانضباط واحد والانضباط اثنين دول طرفين الاكسترنال انضباط دول كده ثلاثة. بيتبقى طرف انضباط بس هو مجمع على أربع أطراف اللي هو من أربي أربعة أربي سبعة طرف اسمه تشينج انضباط. الأربعة دول بزيتهم هو ما بيعملش انضباط على تغير واحد فيهم هو تغير البورد كله. يعني الاربعه دول لو حصل عليهم تشينج يعمل انضباط. يعني لو هما كانوا 0 0 0 0 وبقوا 1 0 0 0 حصل تشينج يعمل انضباط. وبقت 1 0 0 0 دي الحاله الجديده. لو بقت 1 1 0 0 يعمل انضباط. فكل مره بيحصل تغير في البورد دي بيعملوا انضباط. دي احنا بنسميها تشينج. دي ميزتها ان انا ممكن افردها ل 16 انضباط. ما انا عندي 4 بيتس 16 في لو 0 0 0 هتعمل لي انضباط اروح اشوف هم بكام وانفذ ايه. لو هي 1 0 0 هتعمل لي انضباط اروح اشوف هي بكام وانفذ ايه المطلوب. فدي ميزه ان هي بتديني تشينج انضباط. لو انت عايز تحافظ على حراره وضغط السرعه والمساحه لو واحده فيهم اتغير تعمل لك مشكله يبقى انا هروح اثبت الاربعه دول هم دول خاصين بيسمى بالتشينج انضباط. هما دول الاربعه الوحيدين اللي عندنا، دول الاربعه الاكسترنال بينما بقيه الاحداث احداث انترنال، حاجات بتحصل جوه المايكرو كنترولر هي اللي بتعمل لنا انترنال. بورت سي ار سي 0 ار سي 1 تايمر 1 كلوك انبوت سي سي بي 2 ار سي 2 سي سي بي 1 وبعد كده من ار سي 3 لار سي 7. من ار سي 0 لحد ار سي 3 دي بالنات الديجيتال انبوت اوت لحد ار سي 7. تايمر 1 كلوك انبوت اظن احنا قلنا المره اللي فاتت ان احنا عندنا حاجه اسمها تايمر 0 كلوك انبوت. هو اتفقنا ان التايمر عشان يشتغل ككاونتر فلازم الباصات تجي له مالها؟ راندوم عشوائي. وعشان تيجي عشوائي فدي لازم تيجي من بره لان هو لو حاجه جوه المايكرو كنترولر هي متصله. فالطرف اللي يخلي تايمر واحد اللي جوه المايكرو كنترولر يشتغل ككاونتر هو ده الطرف اللي اسمه تايمر واحد كلوك انبوت. ده اللي انا هديله الباصات من بره عشان يبدا يعمل زي الطرف اللي كان اسمه تايمر زيرو كلوك انبوت ده تايمر واحد. امال ايه السي سي بي 2 والسي سي بي 1؟ احنا قلنا ان الوحده دي فيها او المايكرو كنترولر فيها وحدتين اسمهم كابشر كومبير بالس ويدث. الناس فاكره؟ مظبوط. كابشر يعني ايه؟ يعني بياخد نسخه كوبي كومبير بيجار بالس ويدث هي القدره على اخراج بلصات تتحكم في العرض بتاعك.
فالاطراف الخارجيه اللي انا اقدر اتخرج من عليها بنصار اتحكم في العرض بتاعها دي اللي احنا بنسميها السي سي بي 1 والسي سي بي 2 لان اعتبار الكابشر والكوبير دي احداث داخليه. فالباكس ويتس هي السي سي بي 2 والسي سي بي 1 داخل الوحده الاولى وداخل الوحده الثانيه وعشان ما تنساهمش هم محطوطين على عكس البناء. يعني السي سي بي 1 موجود على الباكس 2 والسي سي بي 2 موجود على الباكس 1. لان هنيجي بعد كده في الاخر واحنا بنشرح الباكس ويتس ديليشن وعايز اخرج اشارات اتحكم في سرعه مواتير وارتفاع والكلام ده كله هرجع للاطراف دي. يعني دي الاطراف اللي هستخدمها عشان اخرج من عليها وانصار اتحكم في العرض بتاعها. سبورت دي انا مش محتاج منها حاجه حاليا هي من ار دي 0 حتى ار دي 7 هي ديجيتال انبوت اول وبورت اي اللي هم الاربع اطراف ار اي 0 ار اي 1 ار اي 2 ثلاث اطراف سوري عليها اي ان 5 اي ان 6 اي ان 7 شغاله ديجيتال انبوت اول واخر ثلاث بنات انالوج في البورد. واحنا قلنا احنا عندنا 8 شانل. الخمسه اللي فاتوا كانوا على بورت ايه؟ بقى ثلاثه، الثلاثه على بورت ايه؟ يبقى سيادتك لما تيجي تدخل السنسور بتاع درجه الحراره انت ما فيش قدامك غير بورت ايه يا بورت ايه؟ لان هي دي البنات الوحيده اللي تقدر تستخدم انالوج. عايز تعد منتجات ما فيش قدامك غير الار سي ار سي 1 والار اي 4 اللي هي تايمر 0 كلوك انبوت وتايمر 1 كلوك انبوت. عايز تخرج بلصات تتحكم في العرض بتاعها يبقى مفيش قدامك غير الار سي 1 والار سي 2 خلاص كده بقت في حاجات معروفه البنات دي شغاله ثاني مره. طيب احنا كده عرفنا البنات وعرفنا اللي اوت وانا مش مطالب ان انا احفظ الوظيفه انا بس عشان ابقى عارف هو البنات دي وظيفتها ايه والانالوج فين والبالس ويتس فين والحاجات دي كلها موجوده. قبل ما نبدا في كتابه الكود طيب تصميم البورده ودي اخطر حاجه عندنا لما تيجي تصمم البورده بقى ايه الاعتبارات الفنيه اللي بعمل حسابي فيها وانا بصمم البورده؟ خلي بالك دلوقتي احنا هنتكلم على الهاردوير كونفجريشن ازاي ان انا هصمم الهاردوير سيركتس اللي موجوده داخل اللاين كنترول. حد عنده اي استفسار يا جماعه؟ بتكلم بسرعه او حاجه؟ حاجات سهلة. الهاردوير سيركت. عشان في النهاية أخرج بوردة أحطها في تكييف أو أحطها في عربية أو أحطها في خط إنتاج في مصنع فالبوردة اللي أنت شايفها دي هي خمس دوائر في بعض. والخمس دوائر دولت لازم يكونوا معمولين بإتقان. لان للاسف لو في دايره فيهم مش مظبوطه الدايره كلها مش هتشتغل. مشكله المايكرو كنترولر ان هي بتشتغل مع خمس دوائر كهربيه. لو الخمس دوائر الكهربيه دول اربعه ممتازين وواحده فيها مشكله هي الدايره كلها مش هتشتغل. خمس دوائر دول ايه؟ اولا دايره الباور. فدايرة الريسيت. فدايرة الاوسيليتور. فدايرة الانبوت. فدايرة الاوت. الخمس دوائر دول هيتحطوا في بوردة واحدة. لو واحدة فيهم مش مظبوطة مش هتشتغل. خلينا بقى نمسك واحدة واحدة منهم بالتفصيل ونبدأ نشوف شغال ازاي. والفنيات بتاعتها ايه؟ انتوا كويسين في الالكترونكس ولا اتكلم براحتك؟ اتكلم براحتك. ماشي. فنبدا في الباور. اول حاجه دايره الباور. هي المايكرو كنترولر عشان تشتغل محتاجه 5 فولت دي سي عشان تشتغل. طيب ال 5 فولت دي سي دي هتجيبها منين؟ اكسترنال باور سورس. قدامك حاجه من دي. يا تروح تجيب باتري تروح تجيب بطاريات يروح اصمم دايره عشان تحول من اي سي لدي سي. طيب امتى اجيب باتري؟ لما يكون بورتبل لما يكون الحاجه اللي انت بتعملها دي متحركه. ما ينفعش اعمل روبوت وتكون في فيشه في الكهرباء. ما ينفعش اعمل موبايل وفي فيشه في الكهرباء. فكل ال
الكنترول سيستم او كل الباور سيستم بمعنى صح اللي هتبقى متنقله غالبا هجيب لها بطاريات، هجيب لها مصدر باور. وميزه البطاريات ان هي الوحيده اللي بتديني بيور دي سي باور، دي سي دي سي، ما فيهاش غير، ما فيهاش ريبلز، ما فيهاش اي، هو بيور دي سي. ولكن لو التطبيق بتاعك مش بورتابل يبقى مش من الحكمه انك تجيب بطاريات، لان احنا عندنا مشكله في البطاريات كالاتي. اولا البطاريات ليها عمر طويل، سي سنتين ثلاثه وبعد كده بطبيعتها هي بتدوس. حاجه ثانيه ان البطاريه بعد فتره بتفضى، فتضطر انك تعمل لها عمليه شارجنج. اذا ما كانش التطبيق يستدعي ذلك خلاص ما تحطهاش. ليه اعمل انا تطبيق مثلا اعمل حاجه في تكييف واشغله بطاريه؟ طب ليه؟ ليه اعمل دايره واحطها في وسط معين في مايكروويف ولا حاجه واشغلها بطاريه؟ شغاله بالكهرباء، فليه هشغلها بطاريه؟ فانا مضطر ان انا استخدم دايره عشان تحول من اي سي لدي سي في حاله لو هي ده الطبيعي، ده اللي هي وظيفتها هتبقى موجوده في مكان ثابت، فانا هاخد فيه شغاله احط لها بطاريه. سريعا كده بقى، انت عشان تحول من اي سي لدي سي هتعمل ايه؟ انا عندي الاي سي 220 فولت اي سي، وفي النهايه انا عايز اوصل ل 5 فولت دي سي. هتعمل ايه؟ اول حاجه هروح اعمل ايه؟ هتحول ازاي؟ هروح اشتري ايه؟ باور سبلاي. الباور سبلاي ده مكوناته ايه؟ اصل انا مش ضروري اجيب باور سبلاي، اصل انا على الجمله مش هروح اجيب باور سبلاي جاهز. انا بروح اجيب المكونات واحطها عشان تنزل من التكلفه. وانا لما بروح اجيب باور سبلاي ب 30 جنيه ده لو جبت مكونات وحطيتها على البورده ورحمتها مش هتكلفني اكتر من 15 جنيه. ف 15 جنيه بس فرق في 100 بورده فادي 1500 جنيه. الطبيعي ان في التهجئه القديمه خالص ان انت عشان تحول من اي سي لدي سي اول حاجه تروح تشتري محول. المحول بيتباع بايه؟ غير الفلوس. بالفولت والامبير. المحول بيتباع بالفولت امبير، بالفار. فولت امبير. يعني الطبيعي ان انا لو رايح اشتري محول يقول لك ايه؟ ده 60 فولت امبير. ايوه 60 فولت امبير يعني كام يعني؟ يعني 60 فولت امبير ده لو هو هيخرج 12 فولت يبقى المحول ده 5 امبير. لو هو هيخرج سي 5 فولت يبقى المحول ده 12 امبير. دي المحولات الكبيره. لو عديت على المحولات الكبيره اللي كانت موجوده في الشارع يقول لك ايه؟ مش عارف 10000 فولت امبير، 10000 فولت امبير هو المحول اصلا بيتباع بحاصل ضرب وجهد السكندري في تيار مين؟ السكندري، ده اللي هيخرج. بس على سكيل المحولات الصغيره اللي احنا غالبا بنستخدمها، فانت بتروح تقول للراجل انا عايز محول 12 فولت 3 امبير. عايز محول 6 فولت 7 امبير، عايز محول، فانت بتحدد له الجهد بتاع السكندري والتيار بتاع مين؟ السكندري. بس هو لما بيجي يتباع في السوق يتباع بحصر ضرب في جودة مين؟ جودة الجودة. معانا تالتة؟ اه والله. في اشكال كده بشوفها كل مرة. كل هيتباع بجودة سكندري وتيار سكندري. بس انا اروح اجيب محاولة. هل في محاولة هيخرج لك 12 سوري 5؟ مفيش. هو اقرب محاول هيخرج 12 وفي بيخرج 6 وده ما بيبقاش كتير وساعات امبيره ما بيبقاش كبير. فغالبا هروح اجيب محول 12 فولت سي 5 امبير او 2 او 3. طب انت هتجيبه بناء 5 ولا 2 ولا 3 بناء على ايه؟ انت هتشغل ايه؟ الباور سبلاي اللي انت جايبه ده هيشغل ايه؟ هيشغل مايكرو كنترول ما فيش هتسحب حاجه. هيشغل ال سي دي معاه ماشي. وهيشغل شويه ريلايات ماشي. وهيشغل كنترول ماشي. احسب بقى سيادتك متوسط الامبير اللي كل ده هيحسبه وفي الاخر المتوسط ده يبقى سي مثلا 3 امبير يبقى 4 امبير واعمل حسابك في سيفتي لان طبعا المحاولات دي بتوصيني فلما الله يرحمهم بقى كده مطلوبه 5 امبير مش 5 امبير 5 امبير دي اللي هي يعني اكيد مش هيخرج 5 ممكن تخرج اخره 3 امبير وبعد كده المحاولات تبدا يسخن معايا فانت بقى عامل حسابك بسيفتي شويه موجوده اللي هي موجوده في المحاولات. لو انت جبت محول سي 12 فولت 5 امبير فلو كان اللي داخل اي سي 220 فاللي خارج اي سي ولا دي سي؟ اي سي. ماشي كويس. اللي خارج اي سي 12
هي احنا قربنا شويه من خمسه بس هي لسه اي سي. بتعمل لها ايه بقى؟ بريدج. تروح تشتري بيج، يا اما تروح تشتري اربع بيضات يا اما تروح تشتري اربع بيضات بريدج، يا اما في عنصر الكتروني بيتباع على بعضه اسمه بريدج وبيبقى نازل منه اربع اطراف بيتباع بسو. هو البيض بيتباع بايه؟ اسمه لامبيرسي بخلاف الفلوس. لامبير ده لامبير اللي بيستخدمه للامبير. طبيعي ان البيض بيتباع للطيار اللي بيتحمله بدون ما يتحمل. وفي بارامتر تاني اللي هو البيك انفرس فولتج اللي هو الجهد العكسي اللي ما يحرقوش. بس معظم الضيابات دي بتبقى 400 فولت والكلام ده كله فما بتبقاش مؤثره معاك. وبالتالي فهو الدايت هروح اشتري اربع بيضات. طيب تشتري اربع بيضات ولا تشتري بريدج جاهزه؟ هي البريدج جاهزه دي برضه بتتباع بالطياره. تروح تشتري دي ولا تشتري دي؟ انا ممكن اجيب البريدج. ميزه البريدج ان هو بيبقى نازل منها الاربع اطراف. هو معلم لك طرفين الاي سي وطرفين الموجب والسلك. يعني بيقول لك خد الترانس هنا وخد دول الدي سي بتوعك. بس دي يعني نتيجه للتصنيع ماس برودكشن بتفرق. الدايت ده السيبون كان بيقول بنص جنيه. نص جنيه في اربعه ب 2 جنيه. دي مثلا ب 3 جنيه 3 جنيه ونص. فرق جنيه ونص. ف 1000 برده ب 15000 جنيه. حاجه ثانيه انا شايف التكلفه. الحاجه الثانيه ان دي لما تيجي تلحمها في البرده هتلحم كام طرف؟ أربعة. أربعة، هنا هلحم كام؟ تمانية. ما هو كل ضيط هيبقى له كام طرف؟ خلاص يبقى ممكن دي تكون سريعة شوية. أيوه بس لو ضيط هنا بايظ هتعمل إيه؟ هشيله وأرميه، لكن دي لو فيها ضيط بايظ كلها تشال وتتلمع. هي ليها إحصائيات بقى أنت بتبدأ تحسبها. هو أنا أجيب بريدج ولا أجيب ضيط على حسب الجزء ده؟ طيب خدت أنا الخارج من الضيضات إي سي ولا بي سي؟ بي سي. خدته؟ اي سي. اي سي معمول له فول ويف ريكتيفيكيشن. هو الدايت هيحول لك لاي سي هيحولها مش دي سي بقى هي اي سي بس معمول لها فول ويف ريكتيفيكيشن. دي مش دي سي. اهو تقدر تقول دي سي هايلي ريبلز. الريبلز الموجوده هنا. يقول لك يبقى احنا لازم نعمل لها ايه؟ كنعين سموسي وتروح تحط لها الزبائن اللي بتتكلم. لازم انعمها يبقى لازم اروح احط لها مكثف. مكثف تحط المكثف ساعة كبيره ولا ساعه صغيره؟ ليه؟ عشان ايه؟ ما يلحقش يفرق. في كام نوع مكثف في السوق؟ نوع واحد في اربعه. طب ده انت هتجيبه انهي نوع؟ رخيص. في سوبر ماركت بنص رخيص. مش ارخص. الموضوع مش ارخص. ما انا ممكن اجيب حاجه رخيصه تحرق لي الدايره كلها. هو الموضوع مش ارخص. احنا اول حاجه بنبص على الافشنسي. بعد ما ابص على الافشنسي ابص على الارخص. لكن ما ابصش على حاجه رخيصه وتبوظ الدايره. اروح اجيب مكثف وساعده كبيره. ليه هجيب مكثف وساعده كبيره؟ عشان التايم كونستنت بتاعه يبقى عالي. عشان ما يلحقش فعلا يشحن او ما يلحقش يفرق. طيب هنجيب انهي نوع من انواع المكثفات؟ عندنا اربع انواع من المكثفات، عارفينهم؟ السيراميك واللي هو الكيميائي. السيراميكي والكيميائي والورقي والتيتانيوم. عارفينهم؟ لا. طيب مبدئيا كده انت ليه بتجيب مكثف ساعته كبيره؟ عشان التاو تبقى كبيره. دخلت في الالكترونكس ان التاو التايم كونستانت اللي هو الار في السي. الار بقى مش ضروري يكون فيه مقاومه فعليه، ما هي مقاومه السلوك موجوده. التاو هو الزمن اللي بياخده المكثف عشان يشحن ل 63% من الفاينل اوت.
يعني انت لما تدي للمكثف ده كهرباء هياخد زمن بتاعه على بال ما يشحن 63%. يعني لو انت مديله 100 فولت 100 فولت هياخد زمن بتاعه على بال ما يشحن 63%. وبعد كده هيبدا ياخد فتره كمان على بال ما يكمل لحد ما يشحن. هما وجدوا عمليا ان المكثفات دي بتشحن في 5 دقائق. 5 دقائق الزمن الكافي لاي مكثف انه يشحن او يبرد. فمعنى انك انت تجيب مكثف السي بتاعته كبيره يبقى الزمن ماله بطيء. المكثف ده بطيء في التغيرات. يعني الريفلز اللي سيادتك شايفها دي هو على بال ما يشحن هو هيقوم يشحن كده. لما دي تنزل هو مش هيلحق يشوفها لانه بطيء. فعلى بال ما يلاحظ ويبدا يفرغ فهو هيفرغ ببطء المفروض هيوصل بتاعه ل 63%. ولو شلت لي انت البيكس دي هو هياخد زمن 5 دقائق لحد ما يوصل بطء. انت ما لحقتش تخليه يفرغ رحت مديله البلص الثانيه فراح شاحن معاها. على بال ما نزلت كان زاد هو شويه ويبدا ينزل ويفرغ وينزل ويفرغ وينزل. في النهايه لما تيجي سيادتك تاخد الخد مع المكثف ده هتلاقي سيادتك واخدت اشاره عامله. هي الى حد ما دي سي بس مش بيور، لان اللي هيديني بيور دي سي مين؟ هي البطاريات. بس كل ما انت تزود السي بتاعت المكثف كل ما الكيرف ده هيبقى فلات، بس عمره ما هيبقى فلات الا لما المكثف ده يبقى مالا نهائي، وده مش هيحصل. وبالتالي فانت المكثفات دي في النهايه هي فعلا هتشيل الليمتز الموجوده دي بس على حسب الساعه بتاعت المكثف اللي موجود. طيب هل انا اقدر لما ابص على دايره موجوده في ورقه كده اعرف نوع المكثف؟ يعني ده هيبقى كيميائي ولا ورق ولا الكلام ده كله؟ دي هترجع لنوع المكثف اللي موجود. المكثفات يا شباب عندنا 4 انواع. يا اما المكثف اللي بيسموه الالكترونيك اللي هو الكيميائي، وده بيبقى مستقطب راجل عامل زي الاسطوانه، ده موجود في كل الدوائر الكهربائيه، بس شرط ان الدايره دي تبقى دي سي. النتيجه ان هو مستقطب فهو مش هيشتغل في اي دايره فيها دي سي، هو دوائر الدي سي. تفتح بقى التسجيل تلاقيه موجود، تفتح بورد الكمبيوتر موجود، تفتح بورد الكنترول هتلاقيه موجود، كل الدوائر اللي فيها دي سي هتلاقي فيها مكثف كيميائي. بيمتاز ان ساعته كبيره. اصغر حاجه لو لقيتها في السوق ده لو لقيته 1/10 مايكرو ده المينيمم. لكن بقى ال 1000 و3000 و10000 و5000 والكلام ده كله ده كيميائي. ساعته كبيره. وجهوده بتوصل ل 400 فولت. فلما الاقي برده موجوده مكتوب عليها مكثف 500 مايكرو خلاص ده كيميائي بدون ما ابص على الباقي، بدون حتى ما اشوف الجهود اللي موجود. لان 500 مايكرو دي مش هتبقى موجوده غير ده اقل حاجه فيه هو 1/10 مايكرو وده مستقطب فلازم في دوائر الدي سي. النوع الثاني هو الكيميائي. وده بيبقى المكثف سوري السيراميك. خلينا السيراميك. المكثف السيراميك ده بيبقى فعلا جسمه من بره تحس انه ناعم كده زي السيراميك. بيبقى لونه اصفر واحمر واخضر ويبقى له ملمس ناعم من بره. فانت عارف ان المكثف هو عباره عن ايه؟ لوحين موصلين لو اخذ رجاله وبينهم ماده عزله. فالماده العازله هنا كانت ماده كيميائيه. الماده العازله هنا ماده من انواع السيراميك المعالج. فنتيجه لان هو من السيراميك المعالج فجهود تحملاته كبير، ده ممكن يوصل ل 1000 فولت بس ساعته صغيره، يعني ده مش هيزيد عن 100 مايكرو ده لو لقيناه. وده مش مستقطب فده هيمشي دوائر اي سي ويمشي دوائر دي سي، هيمشي في الاثنين. غالبا ده مش هتلاقيه غير في دوائر الباور العاليه لان جهوده هتوصل لكام؟ ل 1000 فولت. دوائر الشحن البطاريات لو فتحت الكشاف بتاع البيت هتلاقي مثلا الدوائر دي موجوده، دوائر التونجر زي شحن البطاريات، كل دوائر الباور اللي موجوده هتلاقي فيها المكثف ده. ليه؟ لان هو تحملاته في الجهود عاليه.
او في اي دايره اي سي حتى لو جهودها صغيره بس اصل اللي فات مستقطب فده الاي سي دي. بعد السيراميكي في الورق وده اللي هو عامل كده بيبقى عامل زي حبه العدس كده لون اصفر او برتقالي او خلافه وده اللي هم بيسموه المكثف العدسي او البفر. يعني ساعات بعض الناس يقول لك البفر وليست البفر هو مكثف ورق ورقي فهو مكثف لوحين موصلين وبينهم ماده من الورق المعدن ساعاته صغيره على فكره الساعات ده بالمايكرو والبيكو ساعة ده بيبيكو نار وتحملاته بيبقى اخره 100 فولت ونتيجة ان هو مش مستقطب اي سي دي سي شغال ونتيجة ان ساعته صغيرة قوي بيكو نانو يعني انا لو لقيت مكثف موجود في ورقة مكتوب بالنانو ده ورقة لقيت بالبيكو ارجع اشوف بقى جهود تحملات كام وده اي سي ولا دي سي على حسب الوقت. طبعا مفيش كيميائي بالبيكو البيكو اخره هو اخره 1/10 كده المستو ان هو نتيجه ان الساعه بتاعته صغيره فهو حساس للتردد. انت عارف ان التردد 1 على 2 باي ار سي السي لما تكون بالبيكو والنانو تضرب معانا فوق جيجا وميجا وبالتالي فهو في الدوائر الحساسه للترددات. تفتح بقى الريسيفر بتاع البيت تلاقيه مهزوم من ده. تفتح التسجيل بتاع البيت تسجيل عالي تلاقيه موجود ليه؟ ليه دوائر التيوننج دوائر في الدورات والكلام ده كله فهو بيشتغل في الحاجات. اخر مكثف عندك اللي هو المكثف التيتانيوم وده بيبقى مستقطب. مكثفات التيتانيوم دي ميزتها ان هي فاست تشارجنج هو برضه زي كيميائي مستقطب والساعه بتاعته بالمايكرو فراد بس ميزته ان هو ماده التيتانيوم الماده العازله اللي موجوده هو فاست تشارج وبالتالي بيبقى مناسب جدا في الدوائر اللي هتبقى هايلي نويز. انت في عندك نويز موجوده في الدايره هات التيتانيوم على طول بيمتص او بيشحن اي نويز موجوده بيحافظ عليها بيحافظ على الدايره من ايه؟ من النويز الخارجي. دول الاربع مكثفات اللي موجوده في السوق. انت المفروض بقى بناء على احتياجاتك تبدا تشوف هتجيب قلب مكثف ولا طبعا انا محتاج هنا مكثف والمكثف تكون ساعته كبيره فمش هتلاقي ساعه كبيره في دول غير مين؟ غير الكيميائي وانا اصلا كمان شغال دي سي فده هيبقى مكثف كيميائي. والمكثف بيتباع بايه يا شباب؟ خلاف الفلوس. الناس اللي عدد الفلوس المكثف بيتباع بحاجتين بيتباع بالساعه والجوم الساعه هي الكباسيتنس بتاعته والجوم اللي هو اقصى جهد يتحمله بدون ما يتحرك. انت عندك مثلا شغال هنا 12 فالطبيعي انك انت لما تجيب مكثف هيجي اعلى من 12 سي مثلا 16 سي مثلا 25 35 على حسب كده المكثف اللي هي بتاعته. اعمل حسابك انك بعد التقويم بعد التقويم في زياده من 14 ل 20%. يعني لو انت بتقوم 12 المكثف ده بعد التقويم مش هيخرج 12. امال هيخرج كام؟ هيخرج في رينج من 14 ل 16. ليه يعني ازاي ده هيحصل؟ ما هو البيكس الزيادات اللي حصلت دي لما يجي يعمل سموثنج ويجيب المتوسط في النهايه عمرها ما هتخرج 12 هتخرج من 14 ل 20%. يعني في النهايه هتلاقي ان خارج عندك هنا 16 او من 14 ل 16 فوق. ده انا اصلا ال 12 عندي كانت كتير فقلت هقاوم وبتاع وعلى الاقل هوصل لخمسه فهي وصلت ل 14 ل 16 وبالتالي انت محتاج انك ترجع تاني تقلل من 14 ل 16 عشان توصل لخمسه. بيروح يجيبوا ايه بقى يا شباب؟ الرينج. حد عنده اي استفسار؟ يروح يشتري هنا الريجيوليتر. الريجيوليتر مشهور
كورة في السوق تبقى واخد الشكل ده كده. شفتوها قبل كده طبعا بتبقى معدن، دي الانتجريتد سيركت بتاعتها. طبعا ده بالشكل انتجريتور بس ده منه ترانزستورات ومنه سايرستورات ومنه درياجات، فده شكل مشهور يعني. بس اللي بيميز ان ده الانتجريتور او لا الرقم بتاعه، فرقم الانتجريتور LM78XX هي رقمها LM78XX. اكس اكس ده القوه اللي انت عايزها، يعني لو انا عايز يخرج 5 هتبقى 78.05 ده هيخرج 5 قوه. عايز يخرج 12 يبقى 78.12، عايز يخرج 18 يبقى 78.18، وفي 79XX ده بيخرج الجودة، بيخرج السالب. 79XX بيخرج السالب. هو انا هحتاج اخرج السالب؟ اه، في بعض الاوبريشنال امبليفاير عشان تشتغل عايزه موجب وسالب، مش ارض، موجب وسالب. طيب الريجوليتور ما بتكبرش، ما بتكبرش، هو الجهد اللي داخل هنا لو اكبر سي من 5 هتنزله ل 5، لكن لو الريجوليتور اللي جاي هنا 4 فولت ايه اللي هيحصل؟ هو هيضرب الوقت. فهي بتعمل كليرنج فيما فوق ال 5، وفيما فوق ال 5 بيضيع في شكل حراره باور بص عليه. عشان كده تلاقي الريجوليتور دي دافيه، وده طبيعي، دي حاجه ما بتقلقش. يعني هو لو الجهد اللي هنا 12 وسيادتك هتطلع هنا ب 5 فولت هو اكيد ان دي هتبقى سخنه، فدي حاجه ما بتقلقش. بس ما تبقاش دي 18 20 وانت عايز 5. ما هو 18 ولا 20 عايز 5، المطاطيط كلها دي هتوصل تفطر على شكل حراره، هتلاقي دي مولعه. تمام كده؟ حته اللي دي مولعه خلاص دي هتتحرك، التكنيك اللي انت عامله ده غلط، ما ينفعش. معايا يا شباب؟ والطبيعي ان انا مثلا هي فوق ال 5 12 11 14 اه هتنزل، وده هيفطر بشكل حراره موجود هنا على ايه؟ على طب هو انا مش ممكن احط اكتر من ريجليتور توازي عشان يشيل ال الباور؟ هتفرق في ايه؟ اصل الريجليتور دي اخرها ما بيزيدش عن 100 امبير او 1 امبير. هو 1 امبير. تمام كده؟ فانت لو حطيت توازي 16 هتحط كام مثلا؟ هو في 16 اقرب حاجه 5. لكن لو 24 هتنزل من 24 ل 12 ومن 12 لكام؟ ل 5. ده ممكن 2 و4. او اشتغل بدوائر البق والبوست. عارف دوائر البق والبوست في الباور؟ دي بنسميها لينير ريجوليتور ليه؟ لان الكهرباء لما بتزيد على 5 هي بتنزلها بكام؟ ب 5. لو الكهرباء فيها ريبلز هي هتقف زي ما هي. تمام كده؟ لو اللود اللي انت حطيته سحب امبير والجهد نزل فهي دونت كير، هي اهم حاجه ان اللي داخل يخرج 5، لو اللي زاد عن 5 بيخرج 5. لو الكهرباء ضعفت، الكهرباء ضعفت ودي وصلت لاربعه اللي هياخد منها كام؟ هي دي ملهاش علاقه. فساعات احنا عشان نتجنب المشكله دي بنعمل حاجه اسمها باك ريجوليتور او بوست ريجوليتور. لو انا كنت اشرح لك كورس اسمه الكترونيات صناعيه باور الكترونكس انت هتستفيد من الحاجات دي، بس انا ما اعرفش بشرحه عشان ما اعرفش بفهمه الكلام ده. كورس كتير يعني. باك يعني بنزل. ال 12 هنزلها ل 5. طيب افرض حصل ان ال 12 دي زادت قوي وصلت ب 24، الباك ده ممتاز. لو 60 الباك هيشتغل ونزلها لك من 60 لكام؟ ل 5. لو حصل فيها ليفلز هو اللي خارج كام؟ 5. لان دي دايره الباك دي بيبدا يحط فيها اندكتورز كويلز ملفات، بيبدا يحط فيها سويتشنج بشكل ما عشان تلاقي كنترول. ولو انت عايز تكبر، انا عندي 5 وعايز اوصلها ل 12. طبيعي 5 ل 12 ده هتعمل ازاي؟ بالبوست، اسمها البوست الدائره العكسيه. هي برضه فيها ملفات بس الملفات دي بتتحط بشكل مؤخر.
بحيث انك انت الخمسة دي في النهاية هتخرج لك 12. طب الخمسة دي صدرت زادت اللي خلي دايما كام؟ 12. ولو دارت البق ال 12 دي عمالة تطلع تنزل هي اللي خلت كام؟ 5. دي دوائر ثانية بنسميها variable regulated، هي بتغير نفسها بناء على حالة الجرم، لكن دي بنسميها linear، يعني دايما هنبقى مثبت. هو انا كنت شفت اللي هي دوائر الباك اللي بتتباع جاهزه دلوقتي اه 4.25 جنيه و25 جنيه، هي كانت مجرد اي سي ومعاها مكثف وشويه مقاومات لا مش مكثف، ده كويل بس كويل اس ام دي، ملف موجود كده شبه مكثف مربع كده، ده مش مكثف، ده اندكتور موجود وملفوف جوه ومضغوط عشان هو اللي يرفع دي. اللي هو يقول لك ايه، لا تحول من 5 ل 12 او دائرة مش عارف 12 متعدده الخارج، دي هي الدوائر اللي بتعملها. فهمنا مشكلتنا الكبرى هتكمن في ايه؟ ان الجهد ده لو حصل فيه اي ريبلز المايكرو كنترولر هتفن، لان عندنا خاصيه اسمها براون اوت ريسبت، الجهد لو نزل من 5 فولت ل 4 فولت لمده 100 مايكرو هتعمل لها ريبلز. وبالتالي انا براعي الحاجات دي كلها معايا عشان اضمن ان ما تبقاش فيه مشكله في التشغيل. لو انت هتروح بقى تشتري ادابتور اللي هي بعض الادابتور الجاهزه اللي موجوده، هو الادابتور ده بيبقى شغال بس مشكلته ان المكثف ده بيبقى صغير فبيبقى فيه ريبلز اوريدي موجود. فلو انت هتجيب ادابتورز نصيحه تحط مكثف على 5 قبل ما تخرج، مكثف في حدود 1000 مايكرو مثلا على سبيل المثال، عشان لو في ريبلز موجوده في الاشاره بتنور. ده بالنسبه للادابتور العادي اللي انت هتشتريه بالكهرباء بالضبط. طيب هو 3 4 مين هنا اللي هيفرق معايا؟ هيفرق معايا خلاص، لازم يفرق التيار. الدايضات وانا بشتريها هروح اقول له هات دايض 5 امبير او 10 امبير او برنج 5 امبير. المكثفات دول تكلم التيار. الريجوليتور لو انت الريجوليتور العاديه دي اللي هي ال ال ام دي بتبقى هاف باور 1 امبير او 2 امبير. في ال ام هاي باور، معرفش انت شفتها قبل كده ولا لا، او حتى قد تكون شفتها في كتب. يعني شفت الشكل ده قبل كده في كتب؟ اه شفتها. دي ريجليتور بتبقى معدن كلها من فوق كده عامله كوبين كده كيرف والناس اللي هنا قريبين. الجسم ده بيبقى كوبون في طرف داخل وطرف داخل. هما بيقولوا دي بتستحمل لحد 30 امبير، لكن هي مثلا تلاقي 15 امبير ولا. ما ينفعش بقى القرارات دي كلها، خلاص يبقى كل ده مي واعمل لك دايره باك ريجوليتور. اروح بقى اجيب كونداكتور واجيب سلوكي واجيب حاجتي اللي هي مظبوطه 15 او 20 امبير. حد عنده استفسار يا شباب؟ خلي بالك دي من الدوائر المهمة لأنها ممكن كفيلة إن هي تبوظ لك المايكرو كنترولر نتيجة للريفرز الموجودة. الدايرة الثانية ألا وهي دايرة الريسبت، حد عمل استفسار؟ بس هو برضه عشان تبقى عارف يا باشمهندس الدوائر الحساسة للجهد غالبا ما بتسحبش البيبي. يعني الخمسة فولت اللي أنت عايزها دي الحساس ال 500 دليل. المايكرو كنترولر هي ال هي ال هي شاشه بي سي دي فدول اخرهم 1 امبير للرقم. لكن الدوائر اللي هي بتبقى غير حساسه المواتير غير حساسه، يعني لو جبته 12 من 13 من 14 مش هتفرق كتير، وبالتالي ما بتبقاش محتاج ريجوليتور. اطراف المايكرو كنترولر اسمه ماستر كبير، والماستر كبير ده الطرف اللي هيستخدم عشان يعمل ريسيت المايكرو كنترولر، وده اكتف لو يعني بيشتغل مع الصفر. يعني ده عشان يشتغل هروح احط له هنا كده سويتش واروح احط له الارض. لما تضغط على السويتش فانت دخلت زيرو خلاص طيب، لكن لما تشيل ايدك خلاص السويتش بقى. كل الريست في اي ديفايس في الدنيا هو لازم يبقى مع الزيرو، لان الزيرو هو اقوى من الواحد.
لان الواحد اللي هو الخمسه نقط لو نزل بقى ثلاثه وجيت تضغط على السويتش مش هيشتغل. لكن دي زيرو مش هينزل عن كده. فالزيرو اقوى من الخمسه نقط. عشان كده كل دوائر الريزيرف هي زيرو. مشكله بقى اللي اتقابلنا في المايكرو كنترولر بشكل عام ان المايكرو كنترولر مصنعينها بتكنولوجي اسمها تي تي اف اللي هي ترانزستور هي اي حاجه جوه ترانزستور. الاند جيت شويه ترانزستورات مش عارف الاور شويه ترانزستورات عاملين لي كام واحده على بعض كده بقوا مراق يعني مش عارف ايه بقوا ترانزستور. هي كلها ترانزستور. ومشكله الترانزستور لوجيك ان اللوجيك سيركتس عندها ملهاش احتماليه. دخلت ان اللوجيك سيركت جامع احتمال ايه؟ ده واحد جاب لو هو 5 فولت فده لوجيك كام؟ ولو هي 0 فولت فهي لوجيك 0. في الواقع ده مش موجود. الواقع ان في احتمال ثالث بيسموه تراي ستيت. الحاله الثالثه اللي هم ساعات في الكتب او في البرامج يسموها الزد اللي هم بيسموها هاي بي. ايه الحاله الثالثه دي؟ هو السلك ده عليه لوجيك كام؟ معلوش حاجه. ده هو ده عليه زيرو فولت؟ معلوش حاجه. ده فلوتي. ده احنا بنسميه فلوتي. سلكه عايمه معلهاش حاجه. السلكه العايمه دي طالما مش متوصله بال 5 فولت فهي معلهاش لوجيك واحد. وطالما مش متوصله بزيرو فولت فهي معلهاش لوجيك اتنين. هي عايمه كده ما فيهاش كهرباء. دي احنا بنسميها فلوتي. سلكه عايمه. طب الفلوتنج دي بيبقى عليها بعد قد ايه؟ رمضة. على حسب النويز اللي موجوده في الجو. فالنويز دي بتاثر على السلك. ممكن في وقت من الاوقات تيجي تقيس الجولد اللي على السلك وتلاقي الاوفر بيقيس يديك 2 فولت 3 فولت 4 فولت 5 فولت على حسب النويز اللي موجوده فين اللي موجوده في الجو ساعتها تلاقي ده على الوش. حته ان البنا دي تبقى فلوتنج بتعمل لنا خطر. هي النويز ازاي بتوصل كهرباء؟ هي الكهرباء بتمشي في الهواء. مش بتمشي في الهواء. مش انت عندك بافيشن موجود. مش ماكينات مش محطات الارسال الاذاعي عماله تتبعت الامواج. مش التلفزيون عمال يبعت، مش شبكات الموبايل والرسائل ده كله، في نويز بطبيعه الحال موجوده في الجو. انت اصلا لو نمت وسبت الموبايل جنبك بيشحن او الموبايل شغال بيصحى عندك صداع ولا لا؟ هو في حاجه نطت من الموبايل ده في دماغك؟ لا. كميه الراديشن اللي موجوده دي كلها بتاثر على المخ عندك، فتقول مثلا عندك صداع ولا حاجه. ربما دايما الموبايل ما تحطوش ناحيه القلب او ما تحطوش مثلا في اماكن خطره في جسمك تاثر عليه. فالنويز اللي موجوده فيه وانا خدت قاعده لينز او بلاش قاعده لينز بقى قاعده فيرمينز ان انا لو عندي مجال مغناطيسي متغير متحرك واصطدم بملف هيولد فيه ايه؟ هو دفع كهربائي. فانت في وقت ما هتيجي تقيس ده كهربائيا هتلاقي على الجول والافو هيقيس نص فولت 1.2 فولت 3 فولت كل الكلام ده كله نتيجه للنويز اللي موجوده فين وطبيعه الحال موجوده فين. كل النويز اللي موجوده في الجو دي ليه؟ اصل البنايه دي فلوتنج عايمه. طيب هو انت بتحكي لنا القصه دي ليه؟ اصل القصه دي هتظهر هنا. لو جيت سيادتك وضغطت على السويتش ده فالبنا بتاعت الماستر كبير كانت متوصله بالارض. ماشي. بس لما تشيل ايدك من عليها بقى عليها كام؟ مفيش دي يعني ايه؟ فلوتنج. طيب السلكه دي بقى لما تبقى فلوتنج المايكرو كنترولر هتشوف ايه؟ نتيجه للنويز اللي حواليك في الجو المايكرو كنترولر هتشوفها بلصان. هتلاقي المايكرو كنترولر وكانك عملت تديها ريسيت وتشيل ايدك، تديها ريسيت وتشيل ايدك، تديها ريسيت وتشيل ايدك، يا عمرها ما هتشتغل. ليه ما اشتغلتش ايدي؟ انا حاطط السويتش على هي مش هتشتغل لان لما شلت ايدك البنيه دي بقت مالها؟ بقت فلوت. طب الحل ايه؟ ما ينفعش تبقى فلوت. لازم لما تشيل ايدك ما تبقاش فلوتنج وما تتوصلش بالصفر لان الصفر هيعمل لها صفر يبقى لازم توصلها بكام؟ خلاص يبقى انا هو واحد دي كده ورايح توصلها بالخمسه وولت.
ماشي. انا كده لما شلت ايدي بقى عليها كام؟ 5 دولار. ايوه بس لما ضغطت على السويتش بقى عليها كام؟ بقت شورت سيركت. بقى شورت سيركت. بقى في شورت سيركت ما بين ال 5 فولت والارضي. خلاص يا عم بقى هنحط هنا مضاده بنسميها ليميتنج كارنت ريزيستور، غالبا بتبقى في حدود 10 كيلو عشان ما تعملش الشورت وتقلل سحب التيار. بحيث ان انا بدون ما اضغط على السويتش البنايه دي متوصله بال 5 فولت. خلاص الشروط. لو ضغطت على السويتش البنايه دي هتتوصل بالارضي عملت ريزيستور. دي التوصيله الطبيعيه للدايره بتاعه المصدر. بنسمي الدايره دي بنسميها بول اب ريزيستور، لان الدايره دي المقاومه شدت الجهد ال 5 فولت لما انت ما كنتش شغال، فبيسموها بول اب ريزيستور. اتفضل. مش دايما مقاومه زجاجيه. بدون المقاومه دي لما تيجي تضغط على السويتش انت عملت لنا شورت سيركت ما بين الارض وال 5 فولت. لازم يكون في حاجه هنا في النص. وبدون المقاومه دي لو انت حاطط 5 فولت مباشر على الماستر كلير نتيجه لمقاومه الانبوت بتاع الماستر كلير فالتيار اللي مسحوب هيبقى عالي شويه. واي تيار هيطلع نتيجه الجهد على المقاومه. فانا بحط المقاومه اولا عشان احمي من الشورت سيركت، ثانيا عشان اقلل التيار اللي مسحوب. انا كده كده مش عايز اغير، بس عايز اشغل الترانزستور اللي جوه عشان او ما شغلوش على حسب انا هعمل ريسيت ولا مش هعمل. طب يا عم السويتش ده انا مش يعني كل القصه دي كلها مش عارف. انا هعمل سويتش بورد واحطها في الكمبيوتر، هحطها في التكييف. هو انت هتطلع للتكييف تضغط على سويتش عشان تعمل له ريسيت؟ لا، هعملها في العربيه. هو انت هتفتح قلب العربيه عشان تعمل ريسيت للبورده؟ طب انا مش هعمل ريسيت اصلا ومش ناوي احط السويتش ده. مش ناوي احط السويتش ده يبقى هتوصل الباقي دي ال 5 فولت ودي المقاومه ال 10 فولت. هي برضه ما تنفعش تبقى في لود، لازم توصل لمين؟ ال 5 فولت. فانت قدامك الاحتمالين، يا اما احط سويتش يا اما ما احط السويتش، بس كده كده البنايه دي مش هتبقى. حد عنده اي استفسار في الدايره دي؟ ساعات بقى لما بتبقى في ليفلز في الباور بنقوم حاطين هنا مكثف عشان يظبط الدنيا شويه. يكون في ليفلز في الباور وخايف ماستر كبير والكلام ده كله. وساعات ده بيحصل، معرفش انت شفت الحاجات دي ولا ما شفتهاش، في الدوائر اللي بتسحب باور عادي. يعني انت لو مشغل بالمايكرو كنترولر مواتير كبيره، فالمواتير دي ساعه التشغيل بتسحب ستارت اب كرنت كبير. فساعات بتقوم تحصل هزه كده في الكهرباء على ماستر كبير، تقوم المايكرو كنترولر مالها؟ فيها ستارت. فانا عشان بس اصلا الموضوع انا بحط مكثف على الماستر كبير عشان اضمن ان ما يحصلش باور ريفرس. الدايره الثانيه اللي هي دايره الاوسيليتور، حد عنده استفسار؟ الدايره الثانيه يا شباب هي دايره الاوسيليتور. وانا عارف ان المايكرو كنترولر ليها طرفين اسمهم اوسيليتور واحد واوسيليتور اثنين، ودول الطرفين المسؤولين عن دخول البلصات المايكرو كنترولر. البيت بتاعتنا عندها ثلاثه كاتيجوري من الاوسيليتور. يا اما سيادتك تروح تجيب كريستال اسمه كريستال، وده بيبقى بطبيعته طرفين. فانا بقوم رايح موصل الطرفين بتوعهم على الطرفين بتوع الاوسيليتور، وهو بيتباع بالفريكوانسي. يعني 4 ميجا 8 16 على حسب النوع، في طبعا اقل من 1 ميجا كمان. فانت بتشوف انت المايكرو كنترولر هتشغلها ازاي، فانت بتروح تجيب الكريستال دي وتحطها. بس المايكرو كنترولر عندهم لازم تقول له الكريستال دي رنجها كام؟ يعني الكريستال اللي انت جايبها دي كام ميجا؟ بس انا ما بروحش اقول له ان هي 4 او 12، هم عندهم ليميتس معروفه. يعني ايه؟ يعني لو انت رحت وقلت له ان هي ال بي لو باور،
فدي رينج من 100 كيلو ل 200 كيلو. ولو انت رحت وقلت له اكس دي فهي من 200 كيلو ل 400 كيلو. ولو انت رحت وقلت له اتش اس هاي سبيد بتبقى من 4 ميجا ل 20 ميجا. ولو انت رحت وقلت له بي ال ال بتبقى من 20 ميجا وانت طالع. مش فاهم. انت هتروح تجيب كراسي. وهروح اوصلها بالمايكرو كنترولر. الزباين اللي بتتكلم. وهروح اوصلها بالمايكرو كنترولر. انت جايب كريستال كام ميجا؟ جايب كريستال 12. 12 دي اللي هي اتش اس. يبقى انا هروح اقول له في السوفت وير ان الكريستال بتاعتي اتش اس. طب جايب واحده 4 ميجا. طيب هي ال 4 ميجا هتمشي اكس دي وتمشي اتش اس. طب جايب واحده 40 ميجا. يبقى ال 40 ميجا هتبقى بي ال ال. انا بحدد له في السوفت وير زي ما هنشوف حسب رينج الكريستال انت هتاخد انهي واحده بالظبط. بس هو طبعا زي ما استاذ تكسير عارف ان الكريستال دي من ماده طبيعيه وغالبا البلصات اللي خارجه بيها بتبقى غير منتظمه. فبحتاج ان انا احط هنا مكثفين تنعيم عشان ينعموني البلصات اللي خارجه من الكريستال على الارض. المكثفات دي هتتحط عشان تيونينج الفريكوانسي. حسب الداتا شيت هتبقى في رينج من 22 الى 33 بيكو فارات. دي بتبقى موجوده في الداتا شيت. طبعا 22 ل 33 بيكو فارات ده كثف نوع ايه؟ ده ورق ده بيكو. من اضافه اصلا هو البيكو موجود للدوائر الحساسه للترددات. بالتالي فهو اللي موجود هنا هيبقوا مكثفين ورقي من 22 ل 33. دي الفئه الاولى لو انت اشتغلت كريستال. الفئة الثانية لا يا عم انا مش هجيب كريستال، انا هجيب دايرة ثلاث خمسات بلس جنريتور عشان يديني البلصات للاوسيليتور واحد. دي دايرة جاهزة. طيب المايكرو كنترولر هتعرف منين انك انت جايب دايرة الثلاث خمسات؟ مش بس كده. هو انت هتخلي على الاوسيليتور واحد البلصات اللي داخله للمايكرو كنترول. اوسيليتور اثنين دي هتبقى وظيفتها ايه؟ زي ما قلنا المره اللي فاتت. اوسيليتور اثنين دي يا اما هتشتغل ار اي 6 ودي البنايه اللي تخليها لي 34 انبوت اوت، يا اما هتخرج لي ربع الفريكوانسي اللي داخل. لو انت حطيت مولد نبضات من بره فقدامي حل من دي. يا الطرف الثاني استخدمه كار اي 6 انبوت اوت كده خليهم لي 34 داخل وخارج، يا اما اخرج من عليه ربع الفريكوانسي اللي داخل. طب انت عايز ربع الفريكوانسي اللي داخل ليه؟ عشان السنكرونيزيشن. يعني ساعات انت بتبقى عايز تشغل ثلاث اربع حاجات بس انت عايز يكونوا متزامنين تماما. متزامنين تماما دي يعني ايه؟ يعني شغالين بنفس مصدر البلصات. ساعات انا ما بعرفش اشغلهم بنفس مصدر البلصات بس لو مضاعفات المصدر شغال. يعني الاثنين من الاربعه من الثمانيه ما كويس؟ ما هو صحيح هم مش زي بعض بس مضاعفات واحده. فالميزه هنا ان انا ممكن اخد ربع الفريكوانسي ده وادخله كاوسيليتور واحد لاي سي ثاني. واخد ربع الفريكوانسي بتاعها وادخله كاوسيليتور واحد لاي سي ثالثه، هما كلهم شغالين يعتبر بنفس المصدر، في تزامن ما بينهم. انت مش عايز الحركه دي استخدمها رئيسي. طب انا اعرف ازاي المايكرو كنترولر ان انا هشتغل بالتكنيك ده؟ لو انت قلت له external كلوك يبقى انت هتشتغل مولد نبضات. لو قلت له external كلوك input output يبقى انا هشتغل مولد نبضات والار اي 6 هتبقى على الاوسيليتور. فانت قدامك يا اي سي
ثلاث خمسات وخرج لك ربع فريكوانسي بي سي اي او ثلاث خمسات وخرج لك هنا الار بي ست. او الحاله الثالثه والاخيره ان انا هاجي على الاوسيليتور واحد واجيب دايره مقاومه ومكثف حسب قيمتهم وادخل هنا منصات واصبح الاوسيليتور اثنين له احتمالين، يا يخرج لي ربع الفريكوانسي اللي داخل يا يخرج لي الار بي ست. ايوه المايكرو بقى هتعرف منين ان انا هشتغل بيه. لو رحت وقلت له ار سي اوسيليتور يبقى ار سي وهيخرج لك ربع الفريكوانسي. لو رحت وقلت له ار سي اي او يبقى هو ار سي اوسيليتور وهيشتغل على الار بي ست. يبقى انا عندي هنا ثمان اشكال بحددها في البرنامج. يختار لي اربعه دول، يختار لي اثنين دول، يختار لي اثنين دول، حسب بقى شوف انت هتشتغل بانهي تكنيك. فانت بتحدد لدولك الشكل الفريكوانسي وهتشتغل انهي واحده منهم. ده لازم يتحدد في السوفت وير. انت هتشتغل بانهي واحده من التكنيك. حد عنده اسئله؟ في بعض المايكرو كنترولر بيبقى فيها انترنال اوسيليتور. يعني بيبقى فيها اوسيليتور برضه بس بيبقى له هنا برضه اسم زي دول كده، لازم اروح اعرفه في السوفت وير ان انا هشتغل على الانترنال اوسيليتور، ان انا هشغل الفريكوانسي الدقيقه. حد عنده اي استفسار يا شباب؟ دايرة الانبوت ودي تعتبر اتشرحت. حد عايز يصورها؟ لازم الدكتور تحطها واحدة. لأن أنت ناوي تدخل للمايكرو كنترولر انبوتس. طيب أنا جاي سويتش عشان لما أضغط عليه أدخل انبوت للمايكرو كنترولر. أنت عايز لما تضغط على السويتش تدخل واحد ولا صفر؟ انا وانت في واحد عايز يدخل لوجيك واحد يبقى دي هتتوصل بالخمسه فولت ودي بالمايكرو كنترول. لو ضغطت على السويتش هدخل 5 فولت، لو جبت ايدي فلوت يبقى لازم في هنا مقاومه على الارضي 10 بيت. التوصيله دي اسمها بول داون ريزيستور لان المقاومه شدت الكومبنسيشن. او ان انا عايز لما اضغط على السويتش ادخل ارضي زي الماستر كليب. وفي الحاله دي هقوم رايح حاطط هنا مقاومه على 5 فولت 10 كيلو عشان اعمل مقاومه. بس خلاص هو ده اللي طب افرض الانبوت جاي من سنسور. ماشي معيش هو السنسور هيديك لوجيك واحد ولا زيرو؟ على حسب. خلاص يبقى دي اللي راحت. لو لوجيك واحد خلاص يبقى هو حاطط دي بالارض عشان لو ما اداش. ولما يديني لوجيك زيرو يبقى اخد دي بمقاومه. وكان معظم السنسورز ما عندهاش الفلو دي. يعني السنسورز غالبا يا بيخرج لوجيك واحد يا بيخرج لوجيك زيرو. ما عندوش فلو دي زي السويتش. هو السويتش منك لما بتشيل بتبقى فلو دي لكن ده يا بيبقى ايه دي لوجيك واحد على طول يا لوجيك زيرو على طول. خلاص خلص التوصيل اللي كانت صعبه. نيجي بقى لتوصيل الدوله. دي اصعب صعبة. خلي بالك ده الكل داخل. يعني انا لو المايكرو كنترولر 20 انبوت يبقى فيه 20 سويتش يبقى فيه 20 مقاومة. اخر حاجة بقى هقولها النهارده. وراكم حاجة بعد كده؟ لسه ما خلصتش. نادي الاول مايكرو كنترولر وانا عايز اشغل الموتور. طيب هي المايكرو كنترولر بتخرج كام؟ 5 فولت كام؟ 25 ملي امبير ماكسيموم. 25 ملي امبير ماكسيموم. بينما الموتور اللي انا شغاله سي 220 فولت اي سي 5 امبير. اي موضوع لا ده هيعرف يشغل ده لا جهد واحد ولا طريقه واحد. طيب مبدئيا عشان اخلي المايكرو كنترولر تشغل الموتور هو الموتور هيشتغل ازاي يعني؟ هتجيب سويتش والمايكرو كنترولر
تخرج صابع كده تروح تقفل السويتش عشان تشغل الموتور ريلي. فاضطر ان انا اروح اجيب ريلي اهي. طب الهزه اللي عرفناها هي الكتروميكانيكال سويتش. السويتش اللي في الحيطه ده ميكانيكال ده زي الفل قوي، بس ده لازم اروح اضغط عليه. بس ده ما ينفعش في كنترول، لان في كنترول انت محتاج السويتش يشتغل لوحده. بس حته يشتغل لوحده يعني ايه؟ يعني يشتغل في اشاره كهربائيه، انت تديله اشاره كهربائيه عشان تشغله. وبالتالي انا عشان اشغل الموتور ده فالطبيعي ان انا هروح اجيب له ريلي. هو موتور 220 يبقى ده نيوترال وده لايت. هروح اوصل النيوترال مباشر واللايت من خلال الريلي بس كده. لو الريلي اشتغل الموتور هيشتغل، الريلي فصل الموتور هيشتغل. هو الريلي ده عايز كهرباء قد ايه عشان يشتغل؟ ارجع للبوينت، انت هتجيب ريلي كام فولت؟ ما هو الريلي في فولت وفي اطراف وتحمل تيار. اقصى امبير 10، ده 5 شغال. في اطراف ماشي هجيب 5 او حسب الاطراف 8 او 12 والكلام ده كله. وفي جهد كويل، هجيب جهد كويل كام؟ هجيبه 24. ماشي. دبر لي مصدر كهرباء 24. طب انا مش هجيبه 24، انا هجيبه 48. ماشي. دبر مصدر كهرباء 48 ده هجيبه منين؟ اقرب مصدر كهرباء اشتغل عليه هو ب 12 فولت. ليه؟ لان مصدر الباور اللي انا كنت جايبه 12. فانا اوريدي كان عندي ال 12 بس انا خدت حولت 5 بس ال 12 موجود. فانت لو رحت جبت بقى 22 رحت جبت، ما فيش كهرباء يعني المصدر الثري البسيط اللي كان عندي 12 فانا طلعت 12. فالطبيعي هيجي 12. طيب كويله هيسحب قد ايه؟ هو الكويل بتاع البيت اقسم ال 12 على المكمل، اسحب الافو، الري ما بيقلش عن من 100 ل 70 ملي امبير. يعني الكويل بيسحب من 70 ل 100 ملي امبير. وانت عندك هنا كام؟ مش هيشتغل. طب ايه اللي يشتغل على 25 ملي امبير؟ ترانزستور. يبقى انا هروح اجيب ترانزستور. ان بي ان. طيب الترانزستور مستو ان البيز بتاعته بتاخد بالمايكرو امبير مش بالمين. فانا هروح احط هنا مقاومه ليميتنج للتيار واقوم رايح موصل دي. ده كده الترانزستور ده المايكرو كنترولر هتعرف تشغله. طب هل هتعرف تشغل الترانزستور ده ليه؟ طب هتشغله ليه ازاي؟ تعمل حسابك وانت بتحط الترانزستورات في لود تيار. هو التيار من الايميتر من الكوليكتور ليه؟ يعني ما تجيش توصل بحيث التيار من الايميتر للكوليكتور. هو التيار كونكتور للكونكتور. هتعمل ايه؟ هقوم رايح موصل دي بموجب 12 ورايح موصل دي بالترانزستور ودي بالاب. فلو التيار طبيعي؟ هو الموجب طبيعي. طيب هو انت عملت ايه؟ انا اديت لطرف الكوين كام؟ مستني زيرو. اول ما الترانزستور يشتغل، وطبعا الترانزستورات دي لما تشتغل بتعمل لك شورت سيركت بين الكوليكتور وجامد. بس هو مش شورت سيركت، هو في لوسز 1.2 لوم اللي هي الفي سي اي ساتوريشن اللي هي بتاع زمان الحاجات بتاع سنه اولى وثانيه الكوليكتور. المهم هيطير هنا جهد مهم وكان هو شورت سيركت. فدي هتلحق في دي خلاص ده هيشتغل. اول ما تدي اشاره للبيز بتاع الترانزستور هيشتغل. هتقوم دي تقفل مع الار دي هيبقى الريلي شغال، ولما الريلي شغال الموتور ماله؟ خلاص ده اللي انا عامله. هتقابلني بس مشكله صغيره.
طبعا مقاومه المقاومه بتعتمد على نوع الترانزستور، يعني على حسب الداتا شيت بتاع الترانزستور اللي انت جايبه هيقول لك تيار البيس كام، تحسب اكس 5 علشان تطلع قيمه التيار. فغالبا لو انت اشهر نوع اللي هو البوتولين 4 هناك فاللي موجود عند البقالين ده حوالي 1 كيلو. لو جبت مش عارف البي سي 554 مش عارف توصل 4 كيلو. يعني المقاومه دي هتتغير بناء على سيريس الترانزستور عشان التيار ده. احنا بس هنقابلنا بس مشكله صغيره ان الدايره دي اول ما تشتغل زي الفل بس برضه الروبوت ما بيشتغلش. فجاه تلاقي الروبوت وهو ماشي راح واقف والروبوت عمال يهجص وتلاقي الريلي عمال يشتغل وعمال يفصل ويشتغل ويفصل. المشكله دي هتقابلنا ليه؟ هتقابلكم لما تقابلكوش. هي المشكله بس دي هتقابلنا لان الكويل ده هيعمل لك سبارك. وانا عشان احمل السبارك ده بنحط ايه؟ دايت. هحط هنا الفري ويلينج دايت. عشان انا كنت شرحتها قبل كده. شرحتها قبل كده من زمان. مش انت عارف ان الملفات لما بتيجي تقطع عنها تقربها. اتفرغ الطاقه المغناطيسيه اللي كانت شحنها في شكل طيار مره. ولا انا اتكلم براحتي مش عارف كده. مش انت لما بتمشي تيار كهربي في الملف بيشحن بمجال مغناطيسي بيبقى عامل زي المغناطيسي. والمشكله انك لما تيجي تقطع عنه الكهرباء الملفات ما بتحبش الاحتفاظ بالطاقه، المكثف بيفضل محتفظ. ولو سبته فتره بيفرغ الاكسبوننشال يعني الجهد بينزل تدريجي لوحده. لكن الملف ما بيحتفظش، اول ما بتقطع الكهرباء هو بيفرغ الطاقه اللي شاحن فيها. هيفرغ ازاي ده الدايره مفتوحه؟ هو بيفرغ التيار ده تاني ويمرره في شكل سبار شرق كهربي على اطراف النقطه المفتوحه. ده هيحصل. طب الشرق الكهربي ده انا بشوف وانا ساعات لما اجي اطفي مفتاح الكهرباء الاقي فيه شرق. ساعات لما اجي اطفي مفتاح موتور الميه الاقي فيه شرق. ما هو 90% من الاحمال الطبيعيه مقاومات ملفات. فالشرط ده هيحصل يعني هيحصل. الشرط ده هيحصل هنا. لان الريشه دي لما تيجي تفتح الملف هيرجع او هيمشي التيار هيعمل لي سبارك هنا. بس السبارك دي جوه الرجلين مش في الباب. في سبارك بتحصل على السويتش كل يوم بيحصل عليه بس ده اللايف تايم بتاعه كبير. يعني الكونتاكتس بتاعته ما بتتاخرش بشويه الشرط بتاع اللمبه 200 مللي ولا نص امبير. ولكن المشكله اللي عندي ان ده ملف فلما تيجي تقطع عنه الكهرباء انا هقطع من خلال الترانزستور فهيحصل السبارك عند الترانزستور ونتيجه لوجود علاقه بين الجهود في دي 7.10 في سي 1.2 فلو حصل نويز على طرف بطبيعه الحال هيتنقل على في الباقي ودي اول ما بتشم النويز تقول لك مش شغال. هي المايكرو بتتلكك اول ما تشم ريحه نويز تقول مش شغال. فانت عامل الدايره في امان الله اهو ما بيمشيش. الموتور ما بيمشيش او عمال يمشي ويقف عمال يسقف ان هو عمال رايح جاي. طب الحل ايه بقى؟ الحل انك انت هتروح تحط دايود عكسي بيسموه الفري ويلينج. فري ويلينج يعني الساقية. بحط دايود بيسموه الدايود الساقية ده عشان ايه بقى؟ عشان التيار لما يجي يمر قدامه سكتين يا سكة ان هو يمر في اوبن سيركت في شكل سبارك يا سكة ان هو يرجع يمشي في الدايود شورت سيركت وبالتالي هيمشي في الدايود شورت سيركت. وقدامه هيقوم راجع للود تاني فهيفضل يلف كده شوية. طبعا مفيش باور فالباور بتاعته بتقل 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 لحد ما يوصل يحصل له انحلال اتنيويشن لحد ما يوصل للصفر. فنتيجه ان التيار عمال يلف على الفاضي كده فسموه الفري ويلينج الدايو الساقيه لان التيار بيلف زي ايه؟ زي السقف. خلاص انا كده حميت من الليفلز الموجوده وده كده الريزنت. حط بقى ده موتور حط ده مروحه حط مفكر حط اللي انت عايزه بقى يشتغل. اخر حاجه بقى
نويز ما بيجيبش ترانزستور، لان زي ما قلت سيادتك ان الترانزستور فيه علاقات ثابته بين الجو. فبروح اشتري اي سي صغيره كده اسمها اوبتو كابلر او فوتو كابلر، اي سي اربع رجلين بس، ناحيه فيها ليد وناحيه فيها ترانزستور فوق، هي نفس التوصيله مش حاجه، بس الاختلاف ان الترانزستور ده فوتو بيشتغل بالضوء اللي بيسقط عليه من ليد. فباخد الخارج من المايكرو كنترولر اروح اديه ليد بوصله طبعا بمجموعهم على الارض، لان الليدات بتشتغل على 3 فولت ومتخرج 5 فولت ويعزى 15 مللي، ثم اروح اوصل مقاومه في حدود 330 فولت. المقاومه دي هتشتغل، سوري الليد ده هتشتغل، هتسقط ضوء على الليز بتاع ترانزستور، فالترانزستور اشتغل، هي نفس التوصيله انا ما عملتش حاجه. انا بدل ما كنت شاري ترانزستور رحت اشتريت اوبتو كابلر، دي اي سي جاهزه بتتباع في السوق. ولها رقم مشهور قوي، في منها بي سي 817 ده مشهور، وفي رقم تاني بجنيه ولا بجنيه. طب ميزتك ايه على الترانزستور؟ الميزه ان الدايره دي لو بتولع النويز مفيش حاجه اصلا، لان اللي واصل بينهم ضوء. هو ده اشتغل ازاي؟ ضوء. وهل الضوء هيوصل الكهرباء؟ اصل يعني لو دي فيها نويز انا ممكن كيف تماما ان الدايره دي معزوله مش شغاله، مفيش اي علاقه اصلا. حتى لو انت بتعمل في مشاريع الصغيره بتاعتك دي الروبوتس والحاجات دي مشاريع تخرج، هات اوبتو كابلر احسن، لان شويه النويز اللي موجوده وانت اصلا مش عارف تحكمها. انا بعدت عن الترانزستورز والمشاكل بتاعته والليفلز، اوبتو كابلر ده هيفرق معاك. انت قاعد كده، هات عمال سؤال يا جماعه.